بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا عن شروط وعلامات التعاون والتشاور على طلب الحق، ونذكر فقط عنوان الخمس أو الست شروط التي ذكرناها في الدرس السابق ثم نتم إن شاء الله. قال الأول: ألا يشتغل بها ومن فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض الأعيان. يعني عندك فرض وقت عين على كل مسلم تشتغل بهذا، ولا تشتغل بما هو فرض كفاية وتتلهى به عن فرض العين. الثاني: ألا يرى فرض كفاية أهم من المناظرة. الثالث: أن يكون المناظر مجتهدا بذاته، وهذه بعيدة. أن يكون المناظر مجتهدا إيش؟ بذاته. يعني مما سمعنا من العلماء يقولون في قضية الفقه المقارن، قال: لا بأس، قارن. قل مثلا أبو حنيفة يقول في المسألة كذا، ومالك يقول في المسألة كذا، والشافعي يقول في المسألة كذا، وقل هذا دليل فلان ودليل فلان دليل فلان، ثم يعتب هذا العالم على من يقول وأرجح، والراجح عندي. بلاش الراجح عندي، يعني ويقول بلاش تدخل ده في القضية هاي، إنما قارن واترك المسألة إذا لم تبلغ قضية الاجتهاد. إذا لم تبلغ إيش؟ قضية الاجتهاد. وحتى الإمام الغزالي لا يرى بأسا في قضية أنك تترك قضية واحدة بعينها، لأنك رأيت أنه عند فلان من الناس الدليل إيش؟ أقوى. أنت شافعي، الإمام الغزالي نفسه في هذا الكتاب هي علوم الدين يقول، وهو شافعي ومجتهد في المذهب، مع ذلك يقول والرأي عندي، يعني العالم الفلاني هو إيش؟ الأصح، مع أنه شافعي، يعني لا بأس. وهو يقول نعم، لا يمكن تكون فرض عين، لا يمكن تكون فرض عين. لا، الفرض فرض العين، فرض العين في الصلاة مثل الصلوات الخمس. ما بالضبط؟ أجيب من خلال الصلوات الخمس، هذا فرض عين. صلوات الخمس فرض عين على من؟ على كل مسلم بالغ عاقل. واضح؟ يعني ندخل فيها، لأنه كفاية صلاة الجنازة فرض كفاية، لأنه إن قام بها البعض سقطت عن البعض الآخر. هاي معنى فرض كفاية. فرض كفاية إذا لم يقم به أي إنسان أثم نعم. كفاية إذا صحيح. الفرض ما فرضه الله عز وجل، الفرض ما فرضه الله عز وجل، واضح؟ لكن الإمام الغزالي مثلا توسع في المسألة مبين، ليس فقط في الصلوات، إذا احتاجت الأمة، إذا احتاج المجتمع معين إلى طبيب ولم يقم بهذا الواجب لعله يأسف. يعني كل الناس يوجهونهم إلى التجارة، كل الناس يوجهون إلى العلوم الاجتماعية، كل الناس، معناته المجتمع إيش؟ صار في خلل، فيصبح واجب على المجتمع ككل، واجب على المجتمع ككل. إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. الرابع: لا يناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا. يعني لا يناظر في مسألة إيش؟ نظرية لا يوجد لها واقع. وذكرنا بالأمس قضية القبلة في المريخ، لا
لا يوجد الآن سكان في المريخ حتى نناقش قبلتهم، واضح؟ الخامس، أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه وأهم من المحافل وبين أظهر الأكابر والسلاطين. في الخلوة لأنك أنت متفرغ الآن، الهم واحد، أنا وإياك جالسين بعيدا عن الناس، فيش فيها قضية إيش؟ يعني أنه بيان القدرات أمام الناس وكذا، بيني وبينك بين لي وجه الصواب، ونصل في هني أخذ بوجه الصواب هذا، واضح؟ اليوم ممكن إضافة، قلنا بالأمس قلنا ممكن إضافة الكاميرات، وجود الكاميرا في حد ذاتها قد تشغل الناس، قد تجعل من المناظرة كصراع الديكة، وقد رأينا في بعض البرامج مثل الاتجاه المعاكس وكذا، الناس إيش تضرب بعضها، وش هيك مش كل الناس بس بعضهم إيش وصلت معه من السب وال شيء. السادس، أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة، وذكرنا بالأمس لا يضيرك من يجد ما أضعت ضالتك، من وجد ضالتك لا يضيرك، وجدها طفل، وجدها شاب، وجدها رجل، وجدها صبي مميز، وجدها مسلم أو غير مسلم، اللي يخلف علي إيش وجدها وعنده أمان يقول لك إيش تفضل، مش هيك؟ فنفس الشيء في طلب الحق، لا يهمك من الذي جاء بالحق وبين الحق، من الفريق الفلاني، من الفريق العلاني، يعني هي أحزاب والحركات والجماعات يعني لأن المشكلة هي في الانتصار والتعصب. الانتصار شو معنى التعصب؟ لا تسمع ولا تشرب إلا من حنفية واحدة، اللي بيقولوا فلان أو جماعة الفلانية هو إيش المطلق، إن وصلت لها للقضية هاي هذا هو معنى التعصب. نعم، وقد قرأنا عن عمر وعن علي رضي الله عنهما، ونتم الآن. عمر عليه رضي الله عنه في قضية محاولة تحديد المهور، فقامت له امرأة وصوبته، وإذا أتيتهن إحداهن قنطارا، وإذا أتيتم إحداهن قنطارا، واضح. فكيف تحدد أنت المهر؟ الدولة لا تتدخل في قضية مثل هذه، لكن قلنا تخفيفا على الناس. واستدرك ابن مسعود على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء، لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم، يعني كيف تسألوني أنا وابن مسعود بينكم؟ وذلك لما سئل أبو موسى عن رجل قاتل في سبيل الله فقتل، فقال هو في الجنة وكان أمير الكوفة، فقال ابن مسعود: أعده على الأمير، فلعله لم يفهم، يعني ابن مسعود قال للسائل اسأل السؤال مرة ثانية. شوف الأدب، ما قال للأمير أو لأبو موسى الأشعري كان أمير على الكوفة، ما قال أيها الأمير قد أخطأت، قال للرجل أعد السؤال لعل الأمير لم يفهم، أعده على الأمير، فلعله لم يفهم، فأعاد وأعاد الجواب نفس إيش نفس الجواب. فقال ابن مسعود: أنا أقول إن قتل فأصاب الحق فهو في الجنة، إن قتل فأصاب الحق، كانت هجرته لله عز وجل ولم تكن مراءة، وليس ليقول الناس عنه أنه شجاع، أصاب الحق. الآن شوف محلاهم، كان الواحد يعني يعترف مباشرة بالحق. قال أبو موسى قال هو ما قال، قال إيش هو ما قال؟ الجواب الصحيح هو ما قاله ابن مسعود. ولذلك لا تحكموا ولا تدخلوا في نيات الناس، يمكن أن تحكم على ظاهر الفعل أنه خطأ وإيش الصواب، باعتبار إيش
الأوضاع العادية. شو يعني باعتبار الأوضاع العادية؟ أيامنا هذه إذا في طعام وشراب في البيوت وإلى آخره، تقدرش تقول عن فلان إنه في مخمصة، لكن عارفه عنده قوت، أنت جاره، أنت بل إيش، أنت من أقاربه، يعني تدخل وتعرف يا أخي خليه نسيب أو صهر وتعرف تفاصيل. فإذا أكل حراماً، أتحدث عن أكل الحرام بمعنى يعني نطيحة متردية، ما أكل السبع بعيدة عنه، ما في شيء منه اليوم عندنا هنا، الميتة كذا الآخر، لحم الخنزير، هذه ظاهرة، وليس في غابة، وليس إيش في غابة مقطوع تقول إنه اضطر. خذ السؤال التالي، إنسان مسلم، هذه بيسألوها مرات، بيقولها تحدث عن القضية هاي، إنسان مسلم في الصحراء مقطوع انقطع عن الماء في الصحراء، ولا واحة والشمس حارة ورمال، وعن البعد لا يرى إيش، لا بشرا ولا حجرا ولا شجرا، ومعه زجاجة خمر، هل يجوز له أن يشرب منها؟ هاي قال يجوز. الله يجزيك الخير. ها بقول لك انه ايش تنقذ حياته. انا اسالكم سؤال، ماذا يا سيد العزيز، الان اسالكم سؤال جميعا، شو بتسوي زجاجة خمر مع واحد مسلم في الصحراء؟ فهمت علي؟ شو بتسوي؟ شو بتعاد؟ يا سيدي واضح انه خلينا في سياق، في سياق الناس تسال اسئله، السؤال الحقيقي هو مقطوع، فربنا يسر وامسك بغزال، هل يشرب دمه في هذه الحاله؟ يعني معقول، معقول، هذا سائل، فهمت علي؟ معقول، ما نقولش انه لا طيب ولا مش طيب، فهمت علي؟ لكن بالمعنى يشرب مضطرا لينقذ نفسه، هذا اقرب، هذا اقرب ايش للصواب. اما عن ابي موسى، حتى اذكركم بابي موسى الاشعري، حينما ذهب اميرا على الكوفه قال للناس كلمتين بسيطتين، خطاب يعني احد العلماء على الانترنت على الفيديو يقول انه يوم الايام وهو طالب في مدينة في عاصمة عربية، الخطيب خطب الجمعة في ساعة وخمسة واربعين دقيقة، ساعة وخمسة واربعين دقيقة، طبعا ايش مل الناس، مل الناس. استمع لخطبة ابي موسى الاشعري، قال للناس اسمعوهن أربع خمس كلمات يعني بسيطة، قال للناس جئت أعلمكم دينكم وأنظف أفنيتكم، انتهى الخطاب، انتهى ايش، انتهى الخطاب. تخطب في الناس ساعة وساعة خمسة واربعين دقيقة، شو بدك بالشغل؟ قال عن الخطيب هذا العالم، قال عنه إنه قرأ فيهم كله بالإخلاص، والله من عشان اللي قرأ فيهم ساعة خمسة، خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خطبة قصيرة وإطالة في إيش في القراءة، ليس طويلة جدا، ولكن اليوم لا، مش ضروري، لا مش ضروري، خلي الناس تنتبه لك، تعرف إن الخطيب الفلاني أنك أنت إذا صعدت المنبر يعرف الناس كل رأس مالها عشر دقائق انتبهوا. أيوة صاروا الشباب يعبثوا بالبليفونات في الصلاة، مش الكل بس في البعض، وهكذا يكون إنصاف طالب الحق. ولو ذكر الآن مثل هذا لأقل فقيه لأنكره واستبعده وقال لا يحتاج إلى أن يقال أصاب الحق، فإن ذلك معلوم لكل أحد،
بل هو كذلك. إذن لا تحكموا على نيات الناس، ممكن إنسان أن يحكم على ظاهره، ومع ذلك أترك الناس وخليك أنت إيش يعني اشتغل بنيتك أنت، اشتغل بنيتك أنت، ما لك مال فلان من الناس، لا تدخل بينه وبين الله عز وجل، لا تدخل بينه وبين الله عز وجل. انظر إلى مناظري زمانك الآن كيف يسود وجه أحدهم إذا اتضح الحق على الإنسان خصمه، وكيف يخجل به، وكيف يجتهد في مجاحدته بأقصى قدرته، وكيف يذم من أفحمه طول عمره، ثم لا يستحي من تشبيه نفسه بالصحابة رضي الله عنهم في تعاونهم على النظر إيش؟ على النظر في الحق. السابع، يعني بالأمس كنت ذكرت شيء عن الجد والإخوة وأخطأت، انتبه علينا الأستاذ الله يكرمه لازيل خير، ولو صلحني في وسط الدرس لكان على قلبي أطيب من العسل بإذن الله عز وجل، كان نبهنا، بس يبدو أنه ما حدش انتبه. الله يكرمه، واضح انه ايش ممكن انسان يخطئ، فاذا صوبه انسان اعلم منه خلص انتهى عادي، يا رب لك الحمد اللي في حدا ايش يصوب وصلح، ولا كان خربت الحكايه. نعم، نعم انا معك، سبحان الله انا معك، لكن لابد من اتساع الصدر، لابد ايش من اتساع الصدر للمشورة وتسع صدر للتصويب وتسع عادي جدا. ما علمنا عن الصحابة الكرام الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، ما علمنا عنهم اختلاف قلوب، ولكن رأوا أن اقترب مغيب الشمس ففكروا في النص اللي سمعوا، ظاهر النص لا تصلون العصر أمر، ظاهر النص إيش أمر، فبعضهم أخذ بظاهر النص فلم يصلي على الطريق، وبعضهم فهم أنه حث على الإسراع وصلى على الطريق. يعني بعض العلماء مثل ابن القيم يقول أن الذين صلوا على الطريق جاءوا بصوابين، جاءوا إيش صوابين، انه ادى الصلاه واطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ما علمنا انه اختلفت القلوب وتنازعوا وتلاسنوا، لا، هذا راى شيء وهذا راى شيء. وعلاقه الشافعي باستاذه الامام مالك رحمه الله اجمعين ورحم جميع المسلمين احياء واموات، علاقه حب، علاقة احترام، علاقة تقدير، ثم علاقة الإمام أحمد وهو تلميذ الإمام الشافعي، علاقة حب إيش وتقدير، بل وصل فيما سمعنا أن الإمام أحمد كان لا يمد رجليه تجاه بيت الشافعي وهو ليس فيه، احتراما له، عارف أنه هذا تجاه إيش تجاه بيت الشافعي، وكان ابن الإمام أحمد يستغرب من هذه المحبة وهذا التقدير وهذا، فسأله يعني من هو الشافعي، كأنه قال له كالشمس للدنيا وشيء من هذا القبيل، علاقة محبة، أن نحب أهل لا إله إلا الله، أن نحب أهل لا إله إلا الله. السابع، لا يمنع معينه في النظر من الانتقال من دليل الى دليل ومن اشكال الى اشكال، فهكذا كانت مناظرات السلف، ويخرج من كلامه جميع دقائق الجدل.
يعني يبدو الطباعة فيها شيء، يعني سواء مبني المجهول أو لا، سواء مبني المجهول أو على الأصل يعني الفاعل موجود. يعني لو قلنا ويخرج، ويخرج هو من كلامه جميعا، نعم ويخرج من كلامه جميع دقائق الجدل المبتدعة فما له لقول هذا لا يلزمني ذكره، وهذا يناقض كلامك الأول فلا يقبل منك، فإن رجوع الحق أبدا يكون مناقضا للباطل ويجب قبوله، ويجب قبوله. وأنت ترى أن جميع المجالس تنقضي في المدافعات والمجادلات حتى يقيس المستدل على أصل بعلة يظنها، فيقال له وما الدليل على أن الحكم في الأصل معلل بهذه العلة؟ فيقول هذا ما ظهر لي، فإن ظهر لك ما هو أوضح وأولى منه فاذكره حتى أنظر فيه، فيصر المعترض ويقول فيه معان سوى ما ذكرته وقد عرفتها ولا أذكرها، إذ لا يلزمني ذكرها. ويقول المستدل عليك إيراد ما تدعيه وراء هذا، ويصر المعترض على أنه لا يلزمه، ويتوخى مجالس المناظرة بهذا الجنس من السؤال وأمثاله. ولا يعرف هذا المسكين أن قوله إني أعرف ولا أذكره إذ لا يلزمني كاذب على الشرع، فإنه إن كان لا يعرف معنى وإنما يدعيه ليعجز خصمه فهو فاسق كذاب، عصى الله سبحانه وتعالى وتعرض لسخطه لدعواه معرفة هو خال عنها، وإن كان صادقا فقد فسق بإخفائه ما عرفه من أمر الشرع، وقد سأله أخوه المسلم ليفهمه وينظر فيه، فإن كان قويا رجع إليه، وإن كان ضعيفا أظهره ضعفه وأخرجه عن ظلمة الجهل إلى نور العلم. يعني باختصار هذه المعنى الفقرة هاي، لا يصح كتم العلم، لا يصح إيش كتم العلم، لابد من بيان العلم إذا كان لديك عند حاجته، عند حاجته نعم عند حاجته نعم. القضية الثانية، أنه لا يجوز الادعاء كذبا وزورا وبهتانا أنه يعلم ولكن لا يقول الآن، لأنه لا يلزمه، أنه حر لا يريد أن، وهو يعلم أنه لا يعلم، فقد كذب، فقد إيش؟ فقد كذب. وقد ذكرنا في السابق مرارا أن الإمام الغزالي يقول في الرجل يسأل عن حال أخيه، يلتقي الواحد فينا بأخيه فيقول له إيش؟ كيف حالك؟ فإذا لم يكن مهتما بأمره وإنما بيقولها نوع من إيش؟ المجاملة، فقد كذب عليه، لأنك أوهمته أنك إيش بتحبه وتسأل عنه كيف حالك، كيف حال أهل، إن شاء الله جميعا بخير، كيف الأولاد، كيف؟ وإنت لا سائل لا في الأهل ولا في الأولاد ولا في الرجل، لكن أوهمت الرجل أنك تهتم إيش به. إذن في كيف حالك ممكن واحد يكتب يدعي أنه لديه علم ولا يظهر هذا العلم لأنه غير ملزم بإظهاره في الوقت، وكان يعلم أنه لا يعلم، فقد كذب، فقد كذب. فتفحص عن مشاورات الصحابة ومفاوضات السلف رضي الله عنهم، هل سمعت فيها ما يضاهي هذا الجنس؟ وهل منع أحد من الانتقال من دليل إلى دليل ومن قياس إلى آثر ومن خبر إلى آية؟ بل جميع مناظراتهم من هذا الجنس، إذ كانوا يذكرون كل ما يخطر لهم كما يخطر، وكانوا ينظرون فيه بأريحية، الثامن أن يناظر من يتوقع الاستفادة منه ممن هو مشتغل بالعلم، والغالب أنهم يحترزون من مناظرة الفحول والأكابر خوفا من ظهور الحق على ألسنتهم، يعني على ألسنة الفحول والأكابر،
فيرغبون في من دونهم طمعا في ترويج الباطل عليهم. الذي يحيط نفسه بالضعفاء، مش بالضعفاء المساكين يعني يريد أن يعتني بهم، لكن يحيط نفسه بالضعفاء فيكون هو إيش؟ الأقوى، ولا يريد لنفسه أن يكون بين الأقوياء، لأنه يعرف نفسه أنه ليس إيش؟ على مستوى هؤلاء. والذي لا يرى نفسه إلا بين الضعفاء فهو ضعيف. إذن خوفا من ظهور الحق على ألسنتهم، أي على ألسنة الفحول والأكابر، فيرغبون في من دونهم يعني في الرتبة طمعا في ترويج الباطل عليهم. ووراء هذه شروط دقيقة كثيرة، ولكن في هذه الشروط الثمانية ما يهديك إلى من يناظر لله ومن يناظر لعلة، بسبب بأرب بغرب. واعلم بالجملة أن من لا يناظر الشيطان وهو مستول على قلبه وهو أعدى عدو له ولا يزال يدعوه إلى هلاكه، ثم يشتغل بمناظرة غيره في مسائل المجتهد المجتهد فيها مصيب أو مساهم للمصيب في الأجر، فهو ضحكة للشيطان وعبرة للمخلصين. ولذلك شمت الشيطان به لما غمسه فيه من ظلم، أو لما غمسه فيه من ظلمات الآفات التي نعددها ونذكر تفاصيلها، فنسأل الله حسن العون والتوفيق. تترك الشيطان يستولي على قلبك يعني يسرح يمرح، وتشتغل أنت في الناس، عليك بالذي اعتدى على حرمة قلبك على أرضك. يعني لو واحد إلى أرض ونزلت عليها غنم إلى جار من الجيران وفيها مزروعات، بجوز إيش؟ بجوز ضج من القضية هاي، وبجوز ينبه الجار، والله أعلم شو يسوي كمان ولا لا، بس ما يذبحهاش شيء ولا يذبح الجار، يعني يقاتل الناس على صف السيارة في الشارع العام. كيف لا تقاتل الشيطان؟ كيف لا تتصدى للشيطان وهو كل يوم يدخل على أرضك، كل يوم يستبيح؟ كان في التسعينات دولتان دخل جيش دولة على أرض دولة مجاورة وقاموا فيها أياما، مش حرب، وقاموا فيها أياما، والدولة المعنية لم تدرى بالخبر، مش داري إنه جيش جيرانها، دخلوا عندهم وعملوا مخيم، قاموا وين؟ في أرضها، مش حرب، بس مش دارين عن إيش؟ عن الطبخة. أحوال الناس، كثير من الناس مثل هذه الدولة اللي مش داري إنه دخل الجيش على أرضها وخيم فيها، والجيش يتحدث عن الشيطان العدو المطلق للإنسان المسلم. العدو المطلق للإنسان حقيقة هو الشيطان، العدو مطلق، لا مصالحة معه، لا مصالحة إيش؟ لا مصالحة معه، إيش نص بنص؟ إرضاش، يعني تقول مثلاً اتركني في، يعني أعطيك 5% أو أعطيك 10%، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هي خلينا في شياطين الجن أولا، خلينا في شياطين إيش؟ الجن، لأن شياطين الإنس بيخاطبك وجها لوجه، يدعوك إلى حقل الظلمات، إلى حقل الباطل، إلى ملاعب الشيطان والهوى، عينك عينك، شو بقول لك؟ تعال معي، شيء؟
أما الشيطان يدخل بالضبط مثل الفيروس ما بدخل اليوم على الحاسوب. الحاسوب يحطوا يضعون عليه نظام حماية، حاسوب حواسيب يضعون عليه نظام إيش؟ حماية أنتي فيروس، ويضعون عليها بسموه مرات فاير وول، كأنك تحدث عن جدار من النار ليحرق هذا الفيروس والهجوم اللي عليه. والمسلم المؤمن الذي تعلق قلبه بالله عز وجل عنده إن شاء الله هذا الأنتي فيروس، عنده المضاد لبرنامج الشيطان، وكأنه الشيطان بدخل عليك على الخط إيش؟ يبلش عادي معلومات وأفكار ومشاعر، مش هيك؟ يعني أنت أصبحت وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور، أصبحت في نعمة وعافية وستر، فجأة ألا أنت مسوي لأهل الدار إيش؟ مشكل أو حدا من هالأولاد، شيطان اشتغل عليك مع أنك أصبحت توضأ وصليت وذكرت، ظل شغال عليك. عملنا شو عملت؟ عملت لك شو؟ هات بعدين إيش؟ تندم تزعل من نفسك وكذا إلى آخره، تقول كلمة قد لا يغسلها مياه المحيط، تفعل شيئا قد لا ينساه الولد. شيطان شغال على الناس، هو العدو إيش؟ المطلق. بيان آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق. اعلم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف عند الناس وقصد المباهاة والمماراة واستمالة وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله المحمودة عند عدو الله إبليس، ونسبته إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية النفس وحب الجاه وغيرها. نسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة. نفهم المثال الثاني مشان نفهم المثال إيش؟ الأول، شو علاقة الخمر بالفواحش الظاهرة مثل الزنا والقذف والقتل والسرقة؟ مثل اللي عرض عليه الشيطان إحدى ثلاث، أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يقتل، فظن أنه في سفاهته ظن أن شرب الخمر أهون شيء، هو أهون إيش؟ شيء، فشرب الخمر، فلما سكر وقع بالحرام على امرأة فحملت منه، فأراد أن لا يفتضح أمره وكان معروفا أنه من العباد فقتلها. شفت شو معنى أنه إيه؟ وشارب الخمر قد يقذفون، يقولون يعني كل شيء، يقولون إيش؟ كل شيء. وقد يسرق لأنه ذهب العقل، وبعض هؤلاء يتسبب بأكثر من ذلك. الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خير.